تونس. هيئة البث الإسرائيلية تقول بأنه نتنياهو يحاول إقناع وزراء الليكود في هذه الصفقة أو بدعم الصفقة المفترضة. أيضا وزارة رئاسة الوزراء الإسرائيلية تقول بأنه عن نتنياهو أنه نتنياهو أبلغ ماكرون بأنه الصفقة تحقق أهداف الحرب بما فيها القضاء على حماس. نفهم من كل هذا بأنه اليوم نتنياهو ذاهب تجاه الصفقة؟ مساء الخير. يعني هذا لا غير واضح لغاية الآن. الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو لم يصدرا أي تعليق رسمي وعلن على تفسير الرئيس بايدن للمقترح الإسرائيلي. يعني في نهاية المطاف ما عرضه الرئيس بايدن هو اقتراح جاء من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي، وأضاف إليه الرئيس بايدن تفسيرات خاصة فيما يتعلق بوقف الحرب، وقال إن هذا الاتفاق أو تنفيذ المراحل ستؤدي في نهاية المطاف إلى إيقاف وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم، طبعا إلى الدمار الهائل. ولغاية الآن الموقف الإسرائيلي ضبابي، لأن نتنياهو لا يستطيع أن يرفض ما قدمته الحكومة الإسرائيلية ولا أن يرفض بشكل علني ما جاء بخطاب بايدن، لأن ذلك سيسبب إلى توسيع الأزمة مع الإدارة الأمريكية والأزمة داخلية في السياسة الإسرائيلية مع حزب المعسكر الرسمي ويزيد من حركات الاحتجاج. ولكن كيف نفهم دكتور موقف نتنياهو اليوم؟ هل هو في مأزق حقيقي بين متضادين أم أنه هو يراوغ اليوم أم أنه يراوغ؟ ومن جهة صحيح، لكن من جهة ثانية لا يستطيع أن يقبل الاقتراح لأنه سيكون لديه أزمة مع اليمين المتطرف مع سموتريش وبن غفير وعدد من وزراء الليكود. مثل ما ذكرت حضرتك الآن أنه كان هناك اليوم أصوات من أعضاء في حزب الليكود ترفض تفسيرات الرئيس بايدن وترفض الصفقة وتريد الاستمرار في الحرب لتحقيق أهداف إسرائيل التي باتت يعني من الصعب بمكان تحقيقها. والجيش الإسرائيلي يقول ذلك، المؤسسة العسكرية تدعم وقف إطلاق النار ووقف الحرب، إطلاق سراح المخطوفين، وعمليا تقول أنها تستطيع الاستمرار بطرق أخرى لمواجهة حماس. نتنياهو يراوغ، نتنياهو يحاول عمليا كسب الوقت ربما لتطورات أخرى، ولكن في نهاية المطاف لا يستطيع أن يتحد يعني وفقا لما رشح لغاية الآن أنه لا يستطيع لا قبول الاقتراح ولا رفض الاقتراح. ربما يستطيع أن يتقدم يعني أن يرسل أو رد إيجابي مع شروط أو رد إيجابي مع طلب توضيحات، مثل ما سمعنا اليوم أن إسرائيل تريد التزام من الإدارة الأمريكية أن إسرائيل تستطيع الاستمرار بالحرب في حال أخلت حماس أو أعاقت حماس المفاوضات في المرحلة الثانية. لذلك نعم نتنياهو في أزمة في ورطة وأيضا على الطرف الآخر دكتور